عندنا مهمة تانية. مين جاهز؟ أنا. لا البنتين بقى، ناخد البنتين بقى. يلا يا بنات. رحلة سعيدة. إحنا عندنا قماع وعندنا طريق، شايفينه؟ كده أهو. إحنا المفروض نعدي ما بين القماع دي. لازم نوصل لآخر واحدة. إيه ده؟ لازم نوصل لآخر واحدة. بس لو وقعتي أمة هترجعي من الأول. والله. هنشوف مين فيكم اللي هتوصل اسرع من غير لما توقع وما عشان ما ترجعش تاني من الاول. اوكي اوكي جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو. حسبتها. حسبي حياتي. يلا بسرعه. يلا يلا بسرعه. يلا يلا يا ان. يلا ان. ساندي وصلت. معلش معلش. هنخش على الاختيارات بس ساندي ايه ترجع مكانها بسرعه. يلا يا سندودي. برضو الاختيارات انتوا بس ما عرفتوش، ها عندكم وسائل مساعده. اوكي اوكي ماشي. السؤال للاسره دي: يسود مصر مناخ مداري استوائي صحراوي؟ صحراوي. صحراوي. برافو. ماشي. ايه الحلاوه دي؟ حر. هنا بقى: تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقاره أمريكا الجنوبية ولا آسيا ولا أفريقيا؟ الشمال الشرقي. إحنا فين؟ أمريكا الجنوبية ولا أفريقيا؟ بالظبط. هنشوف بقى إيه. إحنا حافظين البيت كده بقى. خلاص حافظين والحمد لله. من الأدوات الآتية التي تستخدم لحل مشكلات في الكهرباء: المفكات ولا الأزاميل ولا المنشار؟ مفكات. مفكات. مفكات طبعا. يا ابني انت ايه؟ ايه يا لولي؟ ايه يا لولي بتبصلي كده ليه؟ مش هعرف اعديها. ماشي. صعبة قوي. طب ما لما صعبة قوي ليه الحماس؟ يعني ما تفكر. فكر الأول. علشان نصلح شق في الخشب بنستخدم منشار، أزاميل، معجون. منشار. معجون. معجون. انتوا ايه الثقة دي؟ ليز وعلي ايه؟ مندفعين. مندفعين جدا. ماشي. يتكون علم مصر من كام لون؟ خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة طبعا. أيوة. والنسر أهم حاجة. النسر. والنسر طبعا. بس احنا بنتكلم عن الألوان طبعا. ماشي. معبد حتشبسوت بيقع فين؟ القاهرة ولا الأقصر ولا اسكندرية؟ حتشبسوت. حتشبسوت. قفلوا علي. برافو برافو. الأقصر طبعا. طيب كده احنا يعني شطارة حلاوة طعامة لذاذة. مش ممكن اسرتين يستاهلوا الحماس اللي انا داخله بيه. احنا لسه ما خلصناش طبعا ورايحين بقى نشوف الاسرتين الحلوين دول هيعملوا ايه في التوازن.